شنو هي استعداداتكم للمباراه ان شاء الله نهار الاحد ضد النادي الافريقي؟ والله معناها الاستعداد مش جمعه هذيا، حضرنا لمرحله البلاي اوف معناها من اللقاءات اللي حضرنا بها معناها ما ترشحنا قبل الجمعيات الاخرين، كما كملنا ان شاء الله في المرتبه الاولى ان شاء الله نبداو من هنا من لقاء النادي الافريقي نبداو بانتصار به خلينا نكملوا في المشوار البطوله نتاعنا ان شاء الله. نهار الاحد اول مباراه في مرحله التتويج ضد النادي الافريقي، شنو هي الاستعدادات نتاعكم للمباراه هذيا؟ هذا اللي مش نتحول للمرحله اللي بها الفائده نقولوا نحن في الكره، اكيد باش تكون مباراه صعيبه، الحمد لله هذول الامبيونس باهي توا محضرين كما يلزم المباراه، كما تعرف هذول مش نلعبوا حد ضرب حد، اكيد المباراه الاولى باش تكون عندها نقولوا نحن مباراه هامه باش تكون معناها في السباق نتاع البلاي اوف، الناس كلهم محاضره، الناس كل حاضره كي سوا جواريت ولا مسؤولين ولا حتى جمهور، ان شاء الله نهار الاحد نعملوا ريزلتا بوزيتيف ونفرحوا نادي هذا الشيخ ان شاء الله. ياسين مريح، شنو هي الاستعدادات نتاعكم للمباراه نهار الاحد ان شاء الله ضد النادي الافريقي في مرحله التتويج؟ استعدادات كما العاده، الاولاد مركزين على الماتش وان شاء الله نعملوا ماتش باهي، ماك تعرف كمان اخر جورني في الشامبيونا معناها فيكتوار. دونك مورالمون جاونا به ومونتالمون جاونا به، الاولاد كل كونسونتري وواعيين بالماتش هذا، ان شاء الله نبداو بدايه به ان شاء الله. مير حنيش، شنو هي استعداداتكم للمباراه نهار الاحد في مرحله التتويج اللي هي اهم مرحله في البطوله الوطنيه؟ والله الحمد لله الاستعدادات نتاعنا معناها طيبه، الحمد لله حضرنا بالقدا، ان شاء الله بقدره ربي نبدو حاضرين نهار الماتش ان شاء الله كونتر النادي الافريقي ان شاء الله. شنو الرساله تحب توجهها للجمهور اللي يستنى في مردود طيب كالعاده كما عودنا لحناش في المباراه هذه؟ والله ان شاء الله باش نعملوا اللي علينا جوارات الكل، ان شاء الله بقدره ربي نفرحوهم ونروحوا بثروه بوان من تونس ان شاء الله يا رب. شنو هي الرساله نتاعك تحب توجهها لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي؟ كالعاده الجمهور يكون معنا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى، سواء الداخل في معناها دوميسيل في طيب الميري ولا الاكستيريور معناها يجي ويشجع، وعندنا ثقه في جمهورنا وان شاء الله جمهورنا يبدا عنده ثقه فينا باش نفرحوا ان شاء الله كما قلت لك نقدموا اداء به ونجي النتيجه ان شاء الله. شنو هي الرساله تحب توجهها لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي؟ والله كيما وقفوا معنا وامنوا فينا صحيح معناها يقولوا رب ذرة النافع صحيح ما فماش معناها انتدابات، خرجوا برشا اولاد معنا صغار معناها اولاد صغار وراوا مردود به، ان شاء الله نكملوا معناها مجموعه كامله نخدموا ان شاء الله توفيق من عند ربي ان شاء الله، ان شاء الله هم يقفوا معنا وان شاء الله احنا نفرحوهم باذن الله. هذه اول مباراه في مرحله التتويج، مباراه تكون هامه، ان كلاسيكو نعرفوا لي كلاسيكو معناتها يتلعبوا على دي ديتاي، ان شاء الله محضرين كما يلزم لي ديتاي الكل، ان شاء الله الاولاد يكونوا مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه، والاكيد كما جرت العاده انه تبعنا المنافسه نتاعنا، شفنا نقاط القوه نقاط الضعف اللي باش نركزوا عليها، والاكيد انه ان شاء الله عندنا ثقه في المجموعه نتاعنا، ان شاء الله ماشيين لتونس باش نقدموا مردود يليق بسمعه الفريق ونروحوا بالانتصار اللي باش يكون عنده اهميه كبيره ان شاء الله في باقي المشوار. وشنو هي الرساله اللي تحب توجهها للجماهير اللي تستنى في اعاده سيناريو 2013 ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا السيناريو نتاع 2013، اما نبداو بانتصار ان شاء الله. الأكيد أنه المباريات نتاع كما قلت أنا مرحلة التتويج باش تكون عندها أهمية كبيرة، المستوى متقارب جدا بين الفرق، هكا علاش قلت باش تتلعب على دي صغار، إن شاء الله الجماهير نتاعنا تتحول معنا ونلقاو الدعم كما سنستنا وكما عودتنا، وإن شاء الله الأكيد أنه باش يشوفوا الفريق نتاعهم في أحسن حلة، وإن شاء الله بحول الله ما احنا باش ندخروا حتى قطرة عرق باش نقدموا مردود طيب ومردود يليق بسمعة الفريق الكبير نتاعنا، وإن شاء الله نروحوا بالانتصار.